مشاهدينا في كل مكان، صباح الأمنيات الطيبة والجميلة لكل السادة المشاهدين اللي انضموا الآن للمتابعة من خلال هذا الدفق الصباحي الحي، حلقة جديدة من صباح الشروق. أتمنى أن تنال الرضا والاستحسان والقبول. أهلا يا لينا، صباح الخير. صباح النور حمزة، وصباح السعادة والجمال أكيد على كل مشاهدينا في كل مكان، متابعي شاشة قناة الشروق الفضائية ومتابعي برنامج صباح الشروق خصيصا. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة متجددة بالتواصل الجميل والحلو. نبدأ أولى محطاتنا الصباحية ولليل كلام مختلف ومميز أكيد. نجمة نجمة نسمع لحن الصباح نرجع للتواصل.